وانا رجعت لكم. خلصتي مطبخك، فوقتي لنفسك ولحالك. بصي بقى، اتبعتت لي البثور السوداء، كلنا بنعاني منها. حلها الاول يعني اول حاجه مبدئيا ان انت تغسلي وشك مرارا وتكرارا، ماشي؟ تكون عارفه بشرتك نوعها ايه، دهنيه، جافه، عاديه. لازم غسول الوش بتاعك يكون مناسب جدا، عادي هما بيهدوا الدنيا، يكون مناسب جدا جدا لبشرتك. بغسل وشي طبعا قبل المكياج، بعد المكياج، يعني خلاص انا شلت بالميك اب ريموفر المزيل المكياج، شلت بيه، مهم جدا تشيلي بيه وشك، ما ينفعش تغسليه بس وبعدين بتغسليه، مهم جدا. وتونر بتنضفي عندك بقى بثور سودا. البثور السودا دي حلها حاجه واحده بس، ماسك جيلاتين الفحم. رهيب 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 من الاخر. بصي هتحطيه، الجيلاتين حلو جدا، الفحم حلو قوي قوي، الاثنين مع بعض دول رائعين. طب انا بعملهم ازاي يا فيفا في البيت؟ ما نشتريش حاجه طبعا، هقول لك. راس الفحم دي سهله جدا، نجيبها من اي مكان، اوكي؟ وفي اقراص فحم كمان في الصيدليه بتتباع، ايوه هي دي، هاتيها برده حلوه قوي. بحتاج نص معلقه صغيره جيلاتين بودره، وفي جيلاتين بودره نباتي على فكره عادي جدا، ومعلقه صغيره ميه سخنه، وقرص فحم او اتنين قرص فحم لو هما صغيرين. بعمل ايه في القرص الفحم ده؟ الاول كده بجيب قرص الفحم ده احطه في كيس، او لو عندك هون يبقى يا سلام، وادق. شايفه ده؟ لو ما عندكيش ايه، لو عندك السطور ده بيحل مشاكل كتير. بقى عندي بودره، بقى عندي ايه، بودره اهو، هوريه لكم دلوقتي. اروح اجيب البوله بتاعتي واحط الجيلاتين فيها، لازم ميه سخنه علشان الجيلاتين عندي يدوب. بس كده، انا قلت نص معلقه ومعلقه، نفتكر يا جماعه معلقه صغيره ميه سخنه اهي، وادوب. اوكي، طب انا بحطه فين؟ على اي منطقه عندك فيها بثور سودا، اي منطقه بتبقى اكتر فين؟ بصوا اهو، اهو الفحم بعد ما ادق. الماسك ده يا جماعه رهيب. طيب انا بحطه ازاي؟ مهم جدا تكوني غاسله بشرتك كويس قوي، وبعدين تحاولي تحطي عليها فوطه سخنه. يعني ايه فوطه سخنه؟ يعني تحطي الفوطه في ميه سخنه وتعصريها وتحطيها على وشك بما يعني يتحمل بيه بشرتك، تمام؟ وبعدين تسيبيها شويه وتشيليها، وبعدين تحطي الماسك ده. طيب شايفين بقى، هو هيبقى عامل كده. بمسك بفرشه، خلاص انا كده عندي الفحم خلص مش عايزاه، بمسك بالفرشه وبحط هنا اكتر مناطق بيبقى فيها بثور سودا، هي المنطقه دي شايفين، والمنطقه دي والمنطقه دي وهنا. وطبعا في ناس عندها هنا وفي ناس عندها هنا، اي منطقه يا جماعه، بتقولي حاجه يا رنا؟ حاضر، اي منطقه عندك فيها بثور سودا هتحطي عليها الماسك ده، هتوزعيه ينشف تماما، هتشيليه. عارفه وانت بتشيليه اتفرجي وادعي لي على اللي بتشيليه. وبعدين بغسل وشي بميه ساقعه، وبقفل المسام علشان ما تحولش تاني وتحوش تاني وتعمل بثور سودا. خلاص ده اول ماسك رهيب. نيجي لتاني ماسك، عندي ماسك الخميره، عباره عن ايه؟ بسيط قوي، عباره عن معلقه صغيره لبن، معلقه خميره، معلقه عسل ابيض. وعايزه اقول لكم الماسك ده رهيب. ادي اللبن اهو، بقلب وبحط العسل واقلب كويس جدا. وبرده ده بقى ماسك تفتيح، ترطيب، بيخلي الوش منور وممرض. مش عايزه اقول لكم الماسك ده حلو جدا. وبرده بحطه، بصوا بدوب خالص العسل مع اللبن، وقبل كده قلت لكم فوائد اللبن والعسل، خلاص اهو. وبعدين انا لو املك وقت كنت اقول هو كمان فوائد الخميره، بس اعملوه وادعوا لي.
طيب بعد ما هعمله بالشكل ده برضو بروح عامله ايه بالفرشه بتاعتي موزعه، باجي طب ما باجيش طبعا ناحيه عيني خالص، بوزع بوزع بوزع، وكمان لما بينشف بفرك كده وبعدين بغسل وشي بميه فتره. تمام، ادي خلصنا ماسك الخميره. نيجي بقى الماسك حلو قوي وهو عباره عن خيار. ايوه شكرا، ماسك خيار. ماسك خيار انا بضرب الخياره اللي بستخدمها عادي جدا بقى ايه بستخدمها فيه لنفسي برضو، مش كل حاجه ايه اكل 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 اهي. بحبها تكون يا جماعه معجونه. طيب المقادير بتاعتي ايه؟ تعالوا اقول لكم بسرعه، خيار ونشا وبس، خيار ونشا وبس، وطبعا القطنه لازم تبقى مبلوله علشان تاخد من الخليط ده. خيار والنشا اهو، واحط لها معلقه ميه بس كده ايه عشان تمشي الدنيا اهو. حاضر حاضر، بس كده واحطها عندي في الطبق. ده بقى ماسك ترطيب، واحنا طبعا بنعاني بنعاني كلنا دلوقتي وتفتيح، مش ماسك ترطيب بس يا جماعه، ده ماسك ترطيب وتفتيح. احنا كلنا دلوقتي بنعاني ان بشرتنا جافه، انت حتى لو بشرتك دهنيه انت محتاجه ترطيب على فكره زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ ماسك الخيار بالنشا، بجيب القطنه مبلوله ميه معصوره وباخد وبحط على وشي وباخد وبحط على وشي. تمام كده تمام كده، الخميره بالفرشه وبسيبها تنشف وبشيلها. ده كمان ماسك الفحم لازم اسيبه ينشف، بحط هنا هنا ما بيجيش عند عيني يا جماعه، اي حاجه من دي ما بيجيش ناحيه عيني، المنطقه الحساسه اللي حوالين عندي ليها كلام تاني خالص هنتكلم فيه. خلاص دي هنا وهنا اول ما بعمله علشان الجيلاتين على طول بيمسك، بينشف بقى هنا على المناطق اللي فيها بثور، اجي اشد هيطلع معاكي حاجات كتيره قوي. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، انا اتبسطت جدا بيها، حلقه خفيفه لذيذه ما فيهاش اي حاجه صعبه، غير مكلفه تماما، افكارها جديده بس حلوه جدا وشهيه قوي. يا رب تكون عجبتكم، ان شاء الله بكره هتستنونا في نفس ميعادنا من واحده لاثنين على قناتنا تين تي في، برنامجكم كل يوم اكله والاحد. بكره على فكره الساعه 7 الصبح، اي يوم الساعه 7 الصبح، هتوحشوني، باي باي.